صديقك الكاتب الكبير صلاح منتصر، صديقي أستاذي والقامة الصحفية الزملكاوية المحترمة، التي عندما يتحدث عن الكرة يتحدث بموضوعية، وعندما يتحدث عن الأهلي يقول هذا الكلام. تفضل أستاذ إبراهيم. كتب الأستاذ صلاح منتصر الكاتب الصحفي الكبير في عموده بالأهرام أم كلثوم والنادي الأهلي، وده تأكيد. هو بيحكي طبعا عن واقع في كتاب الفنان الكبير سمير صبري، اللي قايل من ضمن كتابه عن الحكايات انه مرة قابل أم كلثوم فسألها: لو ما كنتيش هتبقي مطربة كنت تتمني تبقي إيه؟ فقالت له: أكون حارس مرمى للنادي الأهلي عشان أذود عن هذا النادي وأدافع عنه. فبيقول الأستاذ صلاح منتصر: كان هذا الحوار آخر حديث تلفزيوني سجلته أم كلثوم، فبعد عودتها من رحلتها توفيت رحمه الله في فبراير 75 بقدر ما أسعدت وما زالت تسعد الملايين بصوتها، وقالت إن أنا كنت أحب أبقى مدافع في النادي الأهلي اللي بحبه. فبيقول الأستاذ صلاح منتصر: تحية ترحم على كوكب الشرق، وتحية للأستاذ سمير صبري على كتابه، وتحية للنادي الأهلي على بطولة أفريقيا. قصة أم كلثوم، هو كان كاتبها كمان لمسألة تتعلق مع كتاب سمير صبري، كتاب سمير صبري، وإشارة إلى بطولة أفريقيا. الإشاعة اللي طلعت إن سيدة مصر الأولى جاني سادات كانت منعاها، وقال إزاي الموضوع ده كان إشاعة يعني. بالظبط. إنما هي فكرة بقى اللي يهمنا الجزء اللي يخص الأهلي، الناس اللي تطلع تصنف الجمهور. وإحنا قلنا لكم قبل كده مرارا وتكرارا، كل الناس على شأنها أو قل لها أن تفخر إن هي بتحب النادي الأهلي. مع الاحترام للجميع، مش الاهلي اللي بيفخر ان سين وصاد اهلاويه، سين وصاد وعين ودال وغين وكل الحروف الهجائيه هي اللي بتفخر ان بتحب النادي الاهلي. عشان كده ما وقفناش كتير مع اللي قال كلام زي ده، لكن اللي قال الكلام ده الاستاذ صلاح منتصر الكاتب الزملكاوي الكبير. انت عايز تعرف علاقتها ابتدت بالاهلي ازاي؟ في يعني اتفضل. هو يعني الاستاذ رحمه الله عليه، استاذنا الكبير فكري اباظه، حكى القصة دي. قال أم كلثوم أهلوية متحمسة كانت تسافر في حياة حفلات النادي الأهلي سنويا. أيوة. وكانت ترتدي الفستان الأحمر، تمسك بالمنديل الأحمر، وعندما أحيت حفل كبير لعام 56 تغني النادي الأهلي كانت تغني أيضا بالفستان والمنديل الأحمر، شأنها شأن كل الحفلات. وفي عام 53 قرر النادي الأهلي في جلسته منح أم كلثوم العضوية الشرفية. شوف بقى كانت بتمنح لأسباب شكلها إيه، بسبب تمويلها بناء حمام السباح من إيراد حفلتين كانوا ليها على مسرح النادي الأهلي، وكان إيراد حفلها في النادي الأهلي 15,000 جنيه، كانت ترفض أن تتقاضى. دي هي مع فكري أباظة. فهي كان يعني الست دي الحفلة بتاعتها كان بتجيب 15,000. بص، هما حفلتين جابوا 15,000. قالت دوب بتوع حمام السباحة وأنا مش هاخد حاجة. أهي أم كلثوم عضو شرف في الأهلي مدى الحياة. إذن هذه العلاقة قرار مجلس على فكرة هي وكا. إنسانة منتمية. لما تشوف بعد كده مصر لما احتاجتها غنت للمجهود الحربي ولفت الوطن العربي تجمع فلوس عشان تدعم المجهود تسليح الجيش المصري. طيب يعني وبناة الأهرام في سالف الدار كفون الكلام عند التحدي، فاللي بتحب أم كلثوم يكفيه. لكن كمان بصوا كل نجوم الطرب والنغم وكبار القمم المصريه ازاي كانوا بيحبوا النادي الاهلي وبيقدروه. انا بس القصه بتاعت منحها وسام الكمال، لان من وجهه نظر فكر اباظه قال لنا وجهه نظر سياسيه عميقه جدا. كان في علاقه او متوتره علاقه الملك فاروق بالانجليز، لدرجه انه منعين ظهوره في الاعلام، يعني ما حدش يتكلم عنه. فمصطفى امين كاتب الصحفي الكبير كان عضو مجلس اداره النادي الاهلي بالمناسبه، مصطفى امين احد اهم العلامات البارزه في تاريخ الصحافه المصريه، اقترح فكره انه طب ما تيجي الملك يحضر حفله ام كلثوم في النادي الاهلي، فهيظهر الملك والانجليز مش هيقدروا يمنعوا ظهوره. فظهر يا باشمهندس، دخل النادي الاهلي ومنح ام كلثوم وسام الكمال، وقالت بعد كده ما كان للكمال في مكايده للانجليز من خلال النادي الاهلي. اذا وقالت ام كلثوم: ما كان للكمال ان يكتمل الا لان الحفل في النادي الاهلي. وبصوا بقى الايام الاخيره كان ذكرى رحيل الفنانه العظيمه الكبيره الراحله شاديه،
فنانة شادية كانت عضو في النادي الأهلي، ده هي عضو منتسب، ده كارنيه الفنانة شادية عليها رحمة الله في عضوية النادي الأهلي. وده عبد الحليم حافظ. الكارنيه ده لقوه في الشارع. في سيدة ماشية في الزمالك. تصور. لقيت يعني كارنيه عبد الحليم حافظ عضوية الأهلي. دي الحاجات دي هتتحط في متحف يوما ما قريب بإذن الله. والناس هتشوف النادي الأهلي بقى بكل اللي بنحكيه ده وبتاريخه. الحقيقة حاجة جميلة جدا. وشادية ورقمها 787 رقم الكارنيه. شادية بالمناسبة يا جماعة من أسرة أهلاوية، تمتد صديقنا العزيز خالد شاكر. طبعا خالته أو عمته خالد شاكر اللي هو أنشأ أول رابطة لتشجيع النادي الأهلي، وهو الراجل موجود كان في جبهة إنقاذ الأهلي وموجود، ربنا يديله الصحة حتى الآن.